وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكير وإذ قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قال أنا فضل سيدي أسامة أشيب على هذه القاعة الطيبة الماتعة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها قارئا ومستمعين. وبداية التلاوة آية يسميها العلماء بآية المحبة، ويسميها بعضه بآية المحنة. لماذا آية المحبة ولماذا آية المحنة؟ آية المحبة لأنها علامة المحبة الحقيقية لله ورسوله، علامة المحبة الحقيقية. كل من ادعى المحبة لله ورسوله فعلامة صوابه أو خطئه أن يزن أعماله بهذه الآية. ولماذا آية المحنة؟ بمعنى آية الامتحان، آية الامتحان. ونرجع إلى نفس المعنى، آية الامتحان أي كل واحد منا يمتحن نفسه بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، إن ادعيتم أنكم تحبون الله فالعلامة الحقيقية على صدق هذه المحبة اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. والثمرة